صباح. صحينا بدري النهاردة بقى عشان عندنا حلقة جديدة وحلقة مختلفة شوية عن كل الحلقات اللي فاتت. احنا النهاردة لسه موجودين في لوساكا، بس النهاردة بقى هيبقى حلقتنا كلها في لوساكا، يعني ايه عشان مطولين شوية اليومين دولت في لوساكا، هنلف شوية. وعندنا واحد كده صاحبنا مصري تعرفنا على بعض على الفيسبوك وقال احنا لازم نتقابل، هيعدي عليا كمان شوية ونحكي معاه شوية حكاوي كده، نشوف المصريين عاملين ايه في لوساكا وايه الوضع، وهل العيشة في لوساكا حلوة يعني ومجدية ولا الناس دي هنا جاية تلعب وضيع شبابها على الفاضي. Hey, how are you, my friend? Yeah, how are you? Huh? Are you Muhammad? Yeah, I'm Muhammad. You are Egyptian as well? Yeah. How is Egypt? Yeah. Egypt is good. Okay. Yeah, I'm missing you to visit. Yeah. You have to visit Egypt. ازيك ابو علي؟ اخبارك؟ النهارده زحمه بشكل غير طبيعي. ايوه جو جو جو، احنا جايين بقالنا ساعه يعني. كنت عايز اجي لك من بدري بس وقفت في زحمه، بس اتصلوا عليا مش مع بعض كده. وصلنا دلوقتي عند بيت محمد داود من المحله، برضه يعني رجاله المحله اللي مسيطرين في كل حته. توصلنا مع بعض، بعت لي بتاع اللي انا محلاوي زيك وبتاع وتعالى شرفنا. فبس يعني فجينا بقى هنا نتكلم معاه شويه عن الوضع بتاع مصر. ايه وضع المصريين وانت ازاي اصلا جيت زامبيا؟ انا جيت زامبيا عشان شغلي، يعني انا بشتغل مع شركه ليها فروع في دول كتير يعني في العالم، منها دول أفريقية. فهم عرضوا علي ان انا امسك الفرع اللي موجود في لوساكا، وبعدين جيت على زامبيا من سنتين تقريبا، اكتر من سنتين شوية. وايه الوضع هنا؟ وضع البلد عادي يعني، بلد جميلة فيها مفتوحة، فيها بيزنس كتير، مليانة اجانب، استثمارات يعني عربية واجنبية، بلد ممتازة يعني. Did somebody steal your organs in Zambia? حد سرق أعضائك في زامبيا؟ لا لا لا، ما فيش حد. Because this is what the people told Muhammad before. إحنا اللي سرقنا أعضاء. نوعية الشغل إيه بقى؟ أنا بشتغل في الإي ويست اللي هو السكراب إلكترونيكس. ده بنجمعه اللي هي الإلكترونات اللي هي النفايات الإلكترونية، وبنصدر على دول أوروبا واليابان وأمريكا. بشتغل بقى في شركة عالمية، لا فروع يعني في معظم دول يعني. المصريين هنا عاملين ايه يعني؟ المجتمع بتاعهم قد ايه؟ لا يعني عشان ناس كتير كانت لما كتبت على مصر وبتاع عن ان هنا البلد حلوه وبتاع، وكانت الناس مفكره ان مفيش اصلا مصريين وان مفيش اصلا في حد بيجي عدد وبتاع كبير عشان موضوع الفيزا. في اسر، اه في عائلات، في دكاتره، في تقريبا مستشفتين اصحاب المصريين، اثنين مستشفى القبطي، في مستشفى تاني اللي فورست بارك برضه اصحابها مصريين يعني، وفي شركات مقاولات، في شركات اتصالات، لا في مصريين متواجدين يعني وبقوه كمان يعني. من الجنسيات اللي متواجده في قوه في زامبيا المصريين، ومن فتره طويله كمان يعني. في ناس كتير جت مع المساعدات الانسانيه والبرنامج المساعدات الانسانيه بتاع الكويت وبتاع السعوديه، واستقروا في البلد يمكن من 25 و 30 سنه. جابوا انا محمد فرج، شغال ناشونال سيلز مانجر في اكوا سافانا في البوتلينج، شركه سوفت درينك. وعمر شغال في هنا بقى من اكثر من 20 سنه. بقى له 20 سنه يعني. انت مولود هنا ولا جاي؟ عندي 3 سنين، 27 سنة كده. I speak the local language very well as well. بتتكلم ايه؟ لغة هنا ولا لغة يانجان؟ اكلمه لك شوية يانجان؟ وانجان ده براني بابو ما كان باشن يانجان انا هون موسي بابو ده بويسة جابو. How is his نيانجان؟
How is his Nyanja? Buanja, Bini Buanja. Buanja example, Buanja example, how are you? He's good. You know how to speak Nyanja. He's pretty good. Yeah, يعني لما برد على حد في تليفون زمباوي وبكلمه ما بفكرش ان الطب يخلص لما بيجي عندنا المصنع كاش انه مصري اصلا You know when I answer somebody on the phone in Nyanja, when they come to the office, they ask me where is the Zambian man with tickets. They don't believe until I speak to them in Nyanja. And how is his Arabic? A bit African Zambian? No, it's like so Egyptian. Egyptian. Just can hear it so quick. في مصريين بقى بيجوا يعني ايه افراد يعني بيشتغلوا في التجارة الادوات المنزلية وفي السجاد والحاجات دول بيجوا لجوا من جنوب افريقيا وفي ناس جات من مصر. لا في اعداد كبيره مصريين موجوده في البلد وفي كل المدن في زامبيا مش بس في العاصمه Where are you from? Egypt. Which state in Egypt? Which غربية? Which city in غربية? ها? Not محلة? No, I'm not from محلة. نبقى في المحلة. بس انت شكلك عربي. شكلي من محلة. أهلا بكم. عمرك يا باشا. اسمي كريم ايه؟ محمد عفيفي. ازيك يا زهر؟ الله يخليك. موت السيء. الله احنا تشرفنا والله. الله احنا اكثر. المحلة نفسها. تشرفنا يا استاذ محمد. والله الغربوية يعني معروفين منورين. لا انت لو لفيت الذنب هنا ان شاء الله كل اللي هتقابلهم هنا غربوية. انا جدا اللي تقابلهم منوفية. ايوه. منصورة تلاقي ما تلاقيش، القاهرة برضو ما تلاقيش، كفر الشيخ ما تلاقيش، كله غربوية بس. يعني الراجل ده بقاله سنة، انا بقالي 4 سنين. ما شاء الله، ده انت هنا. لا بس بنزل وباك. لا بنزل وباك. لا يا ابني انا جاي في الاواخر، جاي متاخر كتير. لا والله ده مكتشفين زمان في 2008. لا والله اول ناس جت هنا يعني في 2008 ايام الانفتاح بقى في شغلنا احنا. اه اول ناس جت هنا شغل سجاد وحنا. بس ايه سر السجاد؟ يعني ايه سر؟ اقول لك حاجه سنه يعني ما تلاقيش. يعني انت كل اللي بتحتاجه هنا في بلد زي ديت ان انت تجيب عربيه. نعم. وبتتعرف على واحد محترم يضمنك عند الراجل بتاع الورشه. بتجيب شقة شغل وبتسترسل. بتاع الحلو ده شغل الحلو. طب السجاد اللي بيجي من تركيا ده؟ ما هو في ناس تراكوا هنا برضو. الراجل المتعهد المصري الكبير بتاعنا بيجيب لنا من كل حته. واحنا بنروح ناخد منه بس. والراجل الكبير ده منين؟ من المنوفية. يا نهار ابيض، الرئيس ما هو دايما يبقى رئيس يبقى من المنوفية. كنت لما كنت جاي كنت خايف من الموضوع ان الفيزا صعبة، عشان كنت سألت كذا حد قبل ما اجي هنا ان فيزا زامبيا بالنسبة للمصريين واحدة من اصعب الفيز في افريقيا اصلا ان انت تاخدها وبتاع. يعني الفيزا صعبة لان فيه تضييق يعني شوية على المصريين، في ناس كتير بتيجي وبتقعد من غير فيز وكده، فبيكون عاملين مشاكل مع الاميجريشن مع الجوازات، فيعني واخدين بالهم شويه من المصريين. انت تعالى وقعد قانوني مفيش مشكله، انما يعني برضو ايه موضوعك تيجي وتقعد من غير اقامه او كده. بتيجي سياحه. الناس اللي معظم المصريين بيجوا سياحه زي اي دوله في العالم يعني. المصري مشهورين. المصري بس يحط رجله في اي دوله في العالم بيجي مبلط على طول. يعني حاول على قد ما تقدر ان انت يعني تمشي قانوني. عشان في الاخر الموضوع ده بيأثر. يعني حتى في دول كتير السياحة فيها من غير تأشيرة، بس بتلاقيها برضو وانت داخل البلد بيسألوك جاي تعمل ايه وبتعمل ايه وبتاع مش عارف ايه، عشان يعني اللامبنين بيكون له تجارب كتير مع مصريين قعدوا في البلد قاعدين في البلد وكلام من ده. عملة هنا في زامبيا كواتشا في معادل دولار ب9.5 كواتشا. هي تقريبا هي والبولا البوتسونية دول اقوى عملتين في افريقيا. يعني من الحاجات اللي هي بتساعد ان هم الناس تيجي تستثمر هنا، وكمان هنا الاستثمارات السوق لسه زي ما بيقولوا كده يعني ايه بكر، كل حاجه فيه بتشتغل، كل حاجه فيه يعني الناس مفتوحه. البنات مفتوحه هنا، كميه الصينيين رهيبه، او يعني الواحد ما كانش متوقع ان هو يلاقي كميه الاستثمارات خاصه ان هنا في لوساكا بتحس كده. ايوه طبعا البلد مليانه بيزنس. ايه البلاد اللي هي مستواها زي مستوى زامبيا في الاستثمارات والكلام ده؟ والله برضو هي كل بلد وليها احتياجاتها. يعني في بلد عايزة مثلا، في بلد بتكون طالعة مثلا من ازمات، طالعة من حاجة، فمثلا بلد بتتبني جديد، فطبعا بيكونوا عايزين مقاولين وشركات مقاولات وبنية تحتية وطرق. وفي بلاد مثلا هي مستقرة بتكون بقى دي تجارة بقى بتكون فيها. يعني معظم دول الجنوب يعني مثلا زامبيا، بوتسوانا، ناميبيا، جنوب افريقيا، دي دول مستقرة والاستثمار فيها كويس يعني. بص هي انت برضو ما تروحش على مكان الا لما تكون درسه ومميز في حاجة. صح. انت مش رايح تشوف انت عندك حاجة انت مميز فيها والدولة اللي انت رايحها هي محتاجاها. يعني في ناس مثلا
يعني ما بقول لك في مصر مثلا 20 سنه في حاجات كتير اتعملت. انت ممكن تعمل نفس الحاجه بس تكون بشكل مختلف, بشكل مختلف او انت مثلا سعرك مميز او انت خبرتك كبيره في المجال ده بتقدر تستفاد, انما مثلا مش تيجي تعمل نفس الحاجه اللي هي معموله. يعني انت عشت قبل كده في السعوديه صح؟ في السعوديه هنا حريه اكتر من دول الخليج, وفي يعني ما فيش تضييق على الاجانب زي دول الخليج. الاجانب ما طالما ماشي قانوني امورك قانونيه خلاص بتعمل شركه بتاخد اقامه بتعمل اللي انت عايزه. احلى حاجه هنا موضوع الشغل والكلام ده ان انت بتبقى ماشي بحريتك. يعني هنا الناس بتعاملكش عن انت اقل منها, والناس يعني ممكن هتلاقي ناس بتعاملك ان انت يعني فوق شويه. يعني مش هتلاقي حد بيعاملك ان انت اقل او ان انت جاي بلدنا تاخد فلوسنا والكلام من ده. مفيش الكلام ده هنا. يعني ده احلى حاجه الواحد حاسها في الشارع هنا. يعني الموضوع تحس ان الناس فعلا يعني حبوبه جدا, ناس طيبين شعب طيب وما فيش مشاكل. يعني مقارنه بالبلاد الافريقيه الثانيه ما فيش مشاكل امنيه, اقتصادهم مستقر يعني لان عندهم موارد زي النحاس والمعادن دي, فعملت يعني توازن في الاقتصاد بتاعهم والبلد كويسه يعني ما فيهاش مشاكل. هنا الواحد من ساعه ما جيت هنا حاسس ان المسلمين واخدين وضع المسلمين, يعني رغم ان البلد ما فيهاش مسلمين. المسلمين اقليه بس في مسلمين اللي هم الهنود اللي هم جم على الاحتلال البريطاني, ودول يعني متجنسين زامبيين من يمكن اكتر من 100 سنه. دول لهم وضع خاص لان دول اللي هم اشتروا الاراضي وخدوا الاراضي والصناعه. طبعا الهنود متقدمين في الصناعه فهم سيطرين يعني, فهم كانوا اغلبيتهم مسلمين. فعشان كده بتلاقي ايه مساجد فخمه, بتلاقي شركات اصحابها مسلمين كبيره بيكونوا من الهنود اللي جم مع الاحتلال البريطاني. يعني لا يعني وكمان تحس ان يعني تحس ان الدوله كمان يعني لما شفنا المساجد وبتاع مسجد يعني مقارنة بان هم اقلية وبتاع. لا في حرية هنا ما فيش تضييق خالص على المسلمين. يعني لو عندك يعني حسيت كده ان انت لو عندك ارض تعرف تبني مسجد بتبني عادي ما فيش مشكلة يعني. بتاخد تراخيص وبتبني ما فيش تضييق ولا على هنا الدولة هنا ما فيش تضييق ولا على المسلمين ولا اي ديانة اخرى. يعني هندوس بيبنوا كله بيبني كل بيبني هنا ما فيش. اكتر سؤال جالك لما كنت بترد على الكومنتات لما في البوستات المتعلقه بزامبيا؟ لا هو الناس كتير بتسال طبعا عن الاستثمار في البلاد الافريقيه والكلام ده. شوف هو الاستثمار في البلاد الافريقيه مكلف يعني لازم يكون عندك راس مال كويس, لانك على ما تيجي حتى من مصر وتيجي هنا وتبدا اجراءات شركه وتاخد مكان عايزك مبلغ محترم. فاهمني ان الناس معتقدة ان افريقيا ببلاش لان هم مثلا دول فقيرة او دول نامية او كده, فبلاش يقدر يعمل بيزنس بلاش يقدر يطلع فلوس, ومعتقدين ان هم يعني يعني ما فيش موجود منافسة او كده. لا في كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة. يعني هي احيانا عندنا افكار خطأ شوية في مصر يعني, او احنا ما قرناش او ما طلعناش او ما حدش حكالنا عن البلاد دي, فبترسخ عندنا المجاعات والحروب الاهليه ودي حاجات انتهت يعني من سنين يعني حاجات انتهت من زمان جدا يعني. بس هو المشكله الحقيقه بتاعت افريقيا ان هي فعلا فعلا من اغلى البلاد. يعني البلاد هنا غاليه جدا. عشان تعيش هنا لازم يكون عندك بزنس محترم طلع لك مبلغ محترم عشان تقدر تصرف وتعيش وتوفر وكده. لازم لازم حاجه جديده, لازم فكره جديده. هو الشعوب هنا فقيره وكده لا, بس في برضو جزء من الشعب بيكون غني جدا, دراساتهم في اوروبا حياتهم رفاهيه. فهي فقيره بس فيها كل حاجه فيها كل حاجه يعني. فمقياس ان هي دول فقيره لا ده غلط فعلا. يعني عشان الناس اللي ما تعرفش واحده من اغلى المدن اللي في العالم مدينه لواندا في يعني انجولا. في انجولا اغلى مدينه في العالم. دول كتير افريقيه العيشه فيها غالي, بس في ناس موجوده وفي ناس بتعمل بيزنس وبتعمل فلوس وقادره تعيش في الغلا وقادره تعمل فلوس كويسه. هو يعني في كل حاجه يعني زيها زي اي دوله, والبلد هنا زيها زي اي مكان في العالم. ممكن ان انت تبني فيه استثمارات وممكن ان انت تكسب وممكن ان انت تخسر وممكن ان انت تحقق مكاسب, وكل الكلام ده موجود. يعني البيئه هنا والجو هنا زي اي مكان في العالم, بس هو بس الصوره المترسخه عندنا من زمان ان البلاد ديت يعني عايشه لسه في مجاعات وعايشين ان هم مش لاقيين ياكلوا. الكلام ده مش موجود نهائي. يعني
البلد ديت كمان فرصها اكتر عشان الناس مش واخده بالها منها. بس انا متهيألي كده اصلا احنا بس اللي مش واخدين بالنا يعني، كل العالم دلوقتي واخدين بالهم يعني. السنين هنا سنين وامريكان وبريطاني وكل حاجة يعني. في بلاد يعني انا سمعت ان نامبيا كلها المان اي مظبوط، يعني في بلاد يعني الاجانب عارفينها يعني. هنا في ناس مقدرة الوضع هنا جامد. بس يعني شكرين جدا يعني على الاضافه ديت، ويعني انتوا نورتونا نورين زامبيا ضروره كوربت. يعني حلقه حلوه، ناس كتير كانت بتسالني الفتره اللي فاتت اتكلم على الاستثمار، اتكلم عن الوضع هناك، والناس مش فاهمه اصلا الدنيا ماشيه ازاي. فيعني واحد من الاهل اللي عايشين هنا وراجل جه ساب بلده وبتاع عشان يعيش عيشه محترمه وبالظبط. بس الوضع هنا مش زي ما انتم متخيلين تماما، الوضع هنا لازم تخيلكم وتبنى على الفيديو ده. بس اشوفكم بقى في فيديو جديد.